كان ماتش شوية مختلف على الماتش اللي لعبتهم في تونس. كنت نلعب في تلاجي قبل، عمري ما لعبت كونتر الاسبيرونس. الحمد لله عدينا ماتش باهي اليوم، عطينا كل شيء، عملنا برشا دي اوكازيون. لغالب ريوسيت ما حضرتش كاوتا، نحط ساقينا في القاعة ونخمو فريق قدام ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب ان شاء الله.